تحدي بي ام سي للأعمال هي مسابقة منفذتها الغرفة الشبابية التجارية الموريتانية حاضنة ومنظمة غير حكومية توفر فرص تكوينية وتطوير مهارات الشباب من خلال هذه المسابقة اللي هي نوفر تمويلات عن طريقين، طريق بدون فائدة وتمويل عن طريق شراكة. هنا نحن نوفر مترشحين مناسب، دور نحن هنا نوفر مترشحين مناسبين مع شروط المسابقة. المسابقة إن شاء الله لي تبدأ يوم 15 مارس، تنطلق يوم 15 مارس وتوفى يوم 2 أبريل. المترشحين يقدوا يسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني bmci businesschallenge.mr. وشكراً.